أن أبلغك تهنئة المجلس لك برتبة البكوية وتنصيبك رئيس عام للشركة بمرتب 3000 جنيه في السنة. الوصف 15 شهور بمية وخمسين قرش. كويس. أنا باخد 1 دولار في اليوم ريال. وحشتري منك حق الاقتراع بعشرين ألف جنيه. سكرتير أول نيابة السيدة زينب مرتب 11 جنيه و30 قرش. حب بس اللي زي دي مهرها كام؟ الكتير 2000 جنيه. أيوه 2000 جنيه بالشبك. ليه؟ هي مرشيدس. انت بتاخد كام في الشهر؟ 100 جنيه؟ يا ريت دول كلهم 58 جنيه عمر. ليه؟ هي ميتة كام؟ الصافي حوالي 250 جنيه. في دلوقتي يجيب فوق ال 190 يا بول. الرزمة دي 10,000 دولار. يعني الشوية السؤالين دول يعني دول يطلعوا 33,000 جنيه وشوية. السؤال قيمته 10,000 دولار والدولار بأربعة جنيه يعني دولار بخمسة ونص. ايه مان ده عيني جدا.